واحد وراح ما تجيش كلكم مع بعض. كلكم طيب انت ما تسليه. هذا المسؤول يوسف بالواح. متابعين مصر اهلا وسهلا بكم. زي ما احنا شايفين يعني معاناة الاهالي علشان يعدوا التلاميذ من ماسورة وجزوع النخل بشكل يومي سواء ذهابا او ايابا. يعني اثناء ذهاب التلاميذ من المدرسة وعودتهم من المدرسة بشكل يومي وهم يعني بيطمحوا في مشاية او كوبري علشان المنطقة هنا يعني العزبة بتخدم عدة حوالي 1000 نسمة غير الطلاب. طبعا الأطفال الصغيرة بيقوم يعني بيعديها الناحية التانية. زي ما احنا شايفين مش بيعد بس التلاميذ وكل الناس بتعدي من نفس المكان. السلام عليكم. عرفنا بنفسك وقلنا من عزبة ايه وايه موضوع أحمد. الاطفال ده عبد الباسط احمد علي جنبه. ايه الموضوع من عزبة جنبه. بالنسبة للمعدية دي عيال بنوديها الصبح واخر النهار مدرسة. ما كناش واقفين ليها ممكن تقع في الترعة. لازم بتروح انتوا الصبح واخر النهار بالظبط كده. علشان الطفل ما يقعش. الطفل ما يقعش. انت زي ما شايف ماسور عليها خشب ممكن الخشب برضه تقع في راسه. انتوا اللي عاملين الجزء النخل ده انتوا اللي عاملينه. احنا اللي عاملينه. انتوا اللي عاملينه ودي ماسوره ميه. بالظبط كده ماسوره ميه. ما كانش حد موجود، حد من العيال ما خلاش تروح المدرسه. في ايام كثيره العيال ما بتواجدش في المدرسه. بتخلوهم يغيبوا. خلوهم يغيبوا منها يعديهم. السيدات كده مش هتعرف بتعوم ولا ما كانش حد يعرف يعوم حد كبير ما يبقى قاعد له. يبقى قاعد له. لازم حد يسيب اشغاله ويسيب مصالحه عشان يتبرع للعيال يوديها ويجي. ايه اللي حصل؟ كذا عيل وقع وخرج. كذا عيل وقع وخرج. ايام السنين اللي عدت دي واحد لسه كبير عنده 37 سنه من حوالي 3 ايام ما شفناها عايم في الميه محدش عارف وقع ازاي. ما كنتش واخدين بالكم ان هو وقع. ما كانش بالنا حتى لما وشه متشوه ما عرفناش لان كان متحش وسط العفش ما شفناش غير لما جاب على وش الميه. طيب فما بالك الطفل وهو رايح وهو جاي. كبير راجل. برضه في رجاله كبيره وفي شباب كبير برضه ما بيعرفش يعوم. ده كمان في ناس بتيجي بدايه من الزرع تعدي الناحيه الثانيه. واحنا كل مصالحنا هنا المدارس وجميع المراكز كم عزبه يا حجه؟ كم عزبه ده كذا عزبه، عزبه ثلاث لهوات وعزبه الحج جمعه وعزبه قنبر، لنا هنا مصالح هنا وهناك. لازم يعني ده ال 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 هي المعديه دي مش للمدارس بس، اللي رايح الغيط واللي جاي من الغيط، اللي عايز يروح يجيب حاجه من ابنوب، اللي عايز يجي من ابنوب، اللي عايز يروح عرب الجدديه. طب في كوبري على يمينكم وفي كوبري على شمالكم. طيب مين يمشي المشاوير كلها ده بعيد يجي كيلو من هنا ويجي كيلو من هنا. بتقول اكتر من كيلو ونص. ايوه بعيد. الكوبريات تمشي
بالعافيه العيال ما تروح المدرسه هنا بالعافيه لما توصل البيت في الكبر ده لا تمشيهم من هنا ترجعهم انت حتى بتقول الكبر اللي اتعمل على اليمين والشمال كان عمله كبر في النص هنا هو اللي كان يخدم ايوه فعلا اه يعني هناك ما حدش بيعدي عليه ايوه فعلا لان هناك الجداد رابط بالجدادير او الناس دهوات رابط بالعوامر لكن هنا هوات دي عزبه جمعه وعزبه لكن المفروض يبقى لها كبر هنا اه صحيح حتى او معديه علشان الـ عشان الـ الـ يعني حتى لو الكوبري لو حتى لو 2 متر كده اهوت عشان خاطر العيال ويبقى من الجنبين ايوه علشان عيل لما بيلفوا برضه التروسيكلات متسيكلات كل اللي عايز يلف بياخد فتره اه بدل ما ياخد له اللفه دي لا يبقى 2 أيوة متر هي هيقضي الحاجه بتاعتنا ال ال طبعا الطلبه بتقولوا او التلاميذ علمتهم العوم خصيصا عشان لا قدر الله العيل لو وقع يعرف يعوم يطلع وفيه اتعلم وفيه مش متعلم مش كله متعلم آه. في عيال عم تخاف من الميه مرش تنزل تتعلم وفي بنات تتعلم ده في شباب كمان تاني عم يروحوا في زراعه وصنايع مش متعلمين ولا عم يعرفوا يعوم اه فبرضه الخوف عليهم زيهم زي الاطفال زي الاطفال في عيال كبير واحد كبير اه يعوم اه محمد يعد عليها كل يوم آه. يعني يعد عليها كل يوم بيعد على كل يوم كل يوم بتصبح وعصر والظهر برضه يعد عليها وبرضه ما بيعرفش يعوم يعني ما فيش ناس كثيره هنا قول لي لو انا عايز اتحرك من العزبه هنا واطلع اروح ابنوب اخد مواصله من هنا للمواصله كام كيلو؟ من هنا من هنا ابنوب او المواصله من هنا لاقرب مواصله عشان اروح ابنوب مواصله 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو مشي طب 2 كيلو مشي وبعد كده بركب عربيه ميكروباص علشان اروح ابنوب اركب توك توك مفيش ميكروباص توك توك 8 جنيه ونص رايح بس رايح جاي يعني 17 جنيه والناس هنا غلابه لو رحت اسيوط لو رحت اسيوط صح كده؟ بالظبط لو رحت اسيوط اخد 17 جنيه 18 جنيه، طب لو خدت توك توك من اول ابنوب لحد ما اوصل هنا بياخد كام من؟ بياخد 70 جنيه 80 وفي بيقول لك 100 استغل الظروف، اما اللي يكون غلبان بياخد يعني اصحاب التكاتك هنا بيستغلوا بالظبط اه ايوه بيقول لك البنزين غالي كل ما ماسك على حكايه البنزين غالي اه اصحاب التوك توك بيستغلوها فرصه فعلا تمام يبقى انتوا اللي نفسكم فيه ان احنا الطلبه اللي بيعدوا يكون ليهم كوبري او مشاي بس المشاية تكون مترين وعلى الجنبين علشان لو موتوسيكل عشان لو تروسيكل عشان لو حد راح الغياط حد راجع من الغياط ايوه قرب المسافه ما 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 نضمنش ظروف ممكن حد يبقى نايم الصبح وعيل يروح واقع ما حدش يحس بيه وانتوا كذا حد قبل كده طلعتوه ايوه لازم هنا حتى لو ما شفتش عيلك يقع يغرق على طول عشان 3 متر ونص الترعه جوز يعني الترعه دوينة مش دوينة بعدين انت عقبال ما تطلع انت تبقى العيل احتفل غطس يغطس على طول يطلع بعد 3 ايام يعلم يقع وانت لازم يعدينا احنا مش جاية نعدي عليها وتطلع العيال دي وفي ناس غريبه برضه بتيجي من المناطق اللي هناك دي برضه بالعزب دي وبتعدي من هنا يعني دي لما تتعامل هتريح كتير كان هو معدي من هنا هذا الوقت شوف مشى قد ايه معدي حوالي تلت ساعه بي 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 بيعدي كيلو او كيلو اكتر من كيلو بيعديه علشان بيعطل على اللي جاي لك من العوامر اه لف من هنا عدى على الكوبري الثاني 2 كيلو اه كان ممكن يعدل ايوه من هنا قرب المسافه اه وبعتهم فوقينا هنا في العزبه اه لازم يلف اللف اه خد لف مشى 2 كيلو جه اه والعيال بتاخدها من المدرسه قريب مباشر قريب يعني قريب انه بيلف اللف العيال احنا بنتبهين هنا بنقولنا قاعدين لها لما تيجي لا بس هي رايحه برضه عمال نبقى مستنيين لا بس وفي شيء عمر هيجيبهم من المدرسه بس برضه. والله الله يبارك لك انت مركز يعني ولا مركز انت هنا كان عيالنا وقعوا انا ما فاهم انا كل حاجه هنا ومتابع برضه الحمد لله الله يديك الصحه زي ما احنا شايفين يمكن المعديه هنا ماسوره على اليمين وماسوره على الشمال والماسوره كمان بتقول انتوا الماسوره دي لها 90 سنه لا ده كان من زمان من ايام جد علي 90 سنه ايوه ده وقعت وبنيناها تاني بنيناها تاني وعملناها ماسوره عملتوها تاني ده مجرى من الشرق ده مجرى ميه كمان مجرى ميه وما نقدرش نستغني عنها لازم نعدي لازم نعدي عشان خاطر نعدي الميه برضه نعدي الميه من الناحيه الثانيه والله عشان برضه